شعري كان فيه قصير ما كانش كيطوليها طول الشعر ما بقاش كامل يعني بقى غير ويبي شويه وهابط وصافي يعني هي اصلا عاوناني اكثر باش نزيد انا نخصص شعري شديت الترطيبه كنحط الكره ديال الراس وكان مساجي شعري بدا كيطيح ليا من قدام Welcome back to the channel. إن شاء الله تكونوا بألف خير. قبل ما نبداو فيديو اليوم بغيت نقول لكم اني فرحانة بزاف بالكومنتس اللي كنشوف ديالكم. كنلقى بزاف ديال البنات كيقولوا لي راه بداو المرحلة الانتقالية تقبلوا شعرهم وبداو كيعالجوه. ما تخيلوش كمية الفرحة اللي كنحس بها وحق الله هاد الناس بحالا انا بديت المرحلة الانتقالية ديالي من جديد. براوي البنات براود اوف يو وحق الله كتفرحوني بزاف. كملوا بحال هكا ان شاء الله غتشوفوا البنات انه التعب ديالكم كله غيكون عنده مكافأة في الاخر. anyway انا اليوم هنا البنات موجدة لكم الدلائل ديال الجريمة اللي غتقربكم شوية للصورة ديال شعري انا كيفاش كان كيفاش ولا قبل ما نبدا المرحلة ديال الانتقالية وغتفهموا انا براسي البنات ملي كنشوف شي فيديو في اليوتيوب ديال شي حاجة كنبغي نشوف القبل ومن بعد باش كنثق. سو انا كنفهمكم البنات بحال اللي كنت كنقول لكم بزاف المرات المهم البنات ما كانش كتعرف تخدم شعري الكيرلي. سو الاغلبيه كتلقاني البنات يا شعري مجموع ولا مشعكه. هذه كنت باقا صغيره شعري مجموع نو شعري مطلق ومشعكك شعري مجموع ومشعكك. هذه البنات انا واخي شعري مجموع يعني حيت كل دوسة انا بشعري البنات مجموع تقريبا من غير ملي كانوا كيصاوبوا ليا شعري. سو من انا صغيره بدات خالتي كتصاوب ليا شعري مره فهاد الصوره هنا كانت عندي 9 سنين مصاوبه شعري واخا انه دايره اللور مصاوبه. سو مره كانت الماس كتصاوب ليا شعري. سو انا كنت كنشوف الفرق ما بين شعري كيكون مشعكك في مزغ ماما تمشطوا ليا كيضرني لانه ناشف وما كتعرفش انه شعر الكري ما خصوش يتمشط وهو ناشف. سو ماي مايند بدا كيرلاسيوني شعر الكري بحاجه خايبه ومني كنصاوب شعري كيجي اطول من ما هو بطبيعه الحال زويوان كنقدر نطلقو كنقدر ندير ليه سمشيطات زوينين ولا كيبان ليا انه الحل هو نصاوب شعري. جوي هاد الناس 15-16 عام اختكم ساره مشات الكارفور شرات بيبيليز ب 15 الاورو ديك الساعه كانوا رخاص بزاف كون كان فيلم غنقولوا تما كانت البدايه ديال النهايه ولا البدايه ديال الديزاستر. وليت كنصاوب شعري كل ما نغسلو يعني نغسلو اليوم الاثنين نصاوبو الاثنين نبقى به حتى الخميس نغسلو الخميس نعاود نصاوبو الخميس صافي ما نغسل البنات نصاوب شعري. والمشكله ديال هادشي كله فينا هي المشكله انه ما كنتش عارفه انه خاصني هيت بروتكتور يعني نحط واقي الحراره ما كنتش عارفه انه الشعر خاصو مره دير له ديب تريتمنت دير له ماسك باش كيترطب الشعر باش ما يخسرش باش ترجع له داك الترطيب داك الضرر اللي مشى ليه مع كل مره كنصاوب فيه شعري. بطبيعه الحال البيبي اللي زال البنات البلاك اللي شريت راه ما يحتاجش نقول لكم الكاليتي ديالها يعني هي اصلا عاوناني كثر باش نزيد انا نخصص شعري. سو يا البنات دازو هكا كذا شهر يعني كان شعري عادي دازو البنات هكا كذا شهر بقى شعري مستحمل يعني بطبيعه الحال كل مره انا كنحس به ما كيبغ يعني ماشي كل مره كل جوج ديال الاسابيع كنحس بشعري ما بقاش كما جوج ديال الاسبوع الماضيه اللي صاوبت فيه شعري صافي بدا كيخسر بشويه بشويه ولكن انا ما كنتش عارفه انا كنت كنقول انا كان كيجيني ما بقاش شعري كيتصاوب مزيان يعني البلاك ما بقاتش خدامه مزيان ولا المهم كانت صراحه الفكره الوحيده كانت انه البلاك ما بقاتش خدامه في ديك الفتره الحمد لله يعني صراحه جيت نفكر فيها دابا كنلقاها بحال انها السيفر فور مي يعني حاجه اللي نقداتني. هذه القصه ديال الترطيبه كنت عاودت لكم كذا مره المهم درت لكم غير منشن في كذا فيديو. انا البنات فاش كنت في الهاي سكول كنت درت واحد المره الترطيبه لانه كنت باغا شعري ديما رطب وعييت ما بقى فاش نغسلو نصاوب فيه كنجلس فيه بزاف الوقت لانه البلاك ماشي شي ماركه مزيانه كتعطل خاصني نبقى كندوز شعري تبارك الله كان كثيف. شديت الترطيبه درتها في شعري وشديتها البنات بديت كنحطها في الفروه ديال الراس وكان مساجي بحال اختكم حاطه شامبوان على شعرها وفوق داكشي كامل نط البنات قلت في الورقه كاتب ماعرفتش ما عقلتش تكون خليه شي 20 دقيقه ولا شي 15 دقيقه كاتب يعني نحطو غير 20 دقيقه على الشعر. قلت انا الا 20 دقيقه ما غاديش تكد غنزيد نخليه باش يجي احلى. ملي دخلت البنت للشاور كنحيد في شعري بحال هكا بالطروفه الكبار
طرف بطرف جالس كيطيح ليا. اقسم بالله كنت غادي نحمق في الدوش، كنت غادي نحمق فعليا. عرفتي وليت كندور هكا في الحيطه ديال الشاور، وحق الله عرفتي كنعقل عليها. دابا كنضحك، ولكن في هذاك الوقت اش غنقول لكم، ما بكيتش بكثرت ما كنت تروماتايزد، ما بكيتش البنات. سو هذيك الفتره البنات هي فاش شعري بدا كيطيح ليا من القدام، وعندي هنا واحد الصوره نحطها لكم، لقيتها في المدرسه. عقلت كنت قلت لكم كنت كنمشي للمدرسه وكنستعمل دوك البندوات هكا الغلاض، لانه هاد الجهه كامله كانت البنات خوات لي قرعات قرعات، هاد الجهه البنات كامله قرعات ليا فهذيك الفتره. علاش قلت لكم انا بعدا جاتني مزيانه هذيك المشكل ديال الترطيبه؟ لانه في ديك الفتره البنات شي كذا شهر ما بقيتش كنصاوب فيه شعري، يعني خليت شعري يرتاح، بقيت كندير له الزيت بالثومه هو اللي نفعني. درجه دابا عندي انا فوبيا بالمنتجات ديال الطول ديال الشعر، يبقاو غير الطول ديال الشعر، ما تحطوهمش على الفروه ديال شعركم. من بعد من داكشي تكون داز شي عام ونص عامين، رجعت كنصاوب شعري عاوتاني. فاش صافي طوال ليا بحال هكا واحد شويه قصه، رجعت باش كنصاوب شعري عاوتاني، هي فاش صافي بديت كنصاوب وما وقفتش. ديك الساعه شعري هي فاش وصل لواحد اللحظه، ثم كيبان لكم الشعر عادي ولكن يقصوه، بقى عاقل البنات يقصوه بحال هكا. اش غنقول لكم، حرش 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 واحد الدرجه ما تقدروش تخيلوها. صافي ديك الساعه البنات كنضرر ليا مزيان، تخيلوا درجه الضرر اللي كان فيه، انه كندوز البنات نعاود ندوز نعاود ندوز ندوز بشويه والشعر ما بقاش كيبغي يتصاوب. واخا البنات كنصاوبو كيبان خايب بزاف، بحال هاد الصوره نحط لكم هنايا، هادي كنت مصاوبه. شوفوا البنات كيفاش كيبان درتو مزيان، غيبان لكم انه الشعر باينه فيه ماشي رطب، يعني ماشي داك هو الناتشورال الفورم ديالو. تما فاش البنات صافي ما كان عندي حتى شي حل واحد اخر من غير انه ندير شعري كيرلي ملي كنبغي هكا نطلقه، ولا زعما نبغي ندير شي تصاويبه زوينه للشعر. حنا البنات تشوفوا التصويره باش تشوفوا بكثره الضرر، الشعر ما بقاش كيرلي، يعني بقى غير ويبي شويه وهابط وصافي. شعري كان خفيف، كان قصير، ما كانش كيطول ليا. هاد الطول اللي كتشوفوا في هاد التصويره هو الطول الماكسيموم اللي انا البنات عمره وصل ليا قبل ما نبدا نستعمل الشامبو ديال البصل، لانه الشامبو ديال البصل هو اول حاجه استعملتها ملي بغيت نبدا نطول شعري. شعري البنات كيطول سنتيم كنظن في العام، لانه ماشي نورمال وما كنقطعوش. شوفوا في ديك الايامات واخا يكونوا لي بوين ديال البنات ما عرفت كيفاش دايرين، والله ما نقطع منه حتى طريه بحال هكا، ما كنبغيش نقطع لانه انا غنحمق انه يطول ليا، كيبغيش يطوال. سو ما غاديش نقطع منه والو. كذا سنه البنات هذا كان هو الطول ديالي. هذه عاوتاني صوره واحده اخرى، شفتوا شعري فين كيوصل؟ فوق البنات الصدر ديالي كان كيوصل ليا. في 2015 صافي هديت شويه، وليت مره نصاوبو مره لا، ولكن واخا كنت كنصاوبو بزاف وباقي ما كنتش كنعرف نقادو مزيان. يلاه شريت داك الهيت بروتيكتور، يعني تعلمت نستعمله ديال لوريال، هو اللي كنت كنستعمل وياسطا. من بعد عاد بشويه بشويه وليت كنكتشف الماسكات ديال الدار، يعني الزيوت البيض المايونيز هادشي كندير على شعري، عاوني حتى واحد شويه شويه البنات مع انستغرام وهادشي كله، وليت كنشوف البنات بشعر كيرلي والشعر كيحمق طويل زوين، وليت كنحمق على شعر كيرلي. صافي من تما تعلم وليت باغا نتعلم نحافظ على شعري. نقول لكم انه في البدايه جاني صعيب، لانه ما كنتش كنلقى الانفو بزاف، الاغلبيه كانت بالانجليزيه، وديك الساعه الانجليزيه ديالي كانت البنات ليس موجوده. انا كنت والله الحمد لله يا نجحت الانجلي في المدرسه، بقى لي غير ندخل فيديو ونتصنت ونفهم كلشي. يا شعركم كان اصله كيرلي، ما يهمش النقطه ديال الدار اللي نتوما فيه، ما يهمش كيفاش ضرر لكم، تقدروا البنات ترجعوه كيرلي صحي وزوين. كاين البنات حتى الاخر اوبشن يشعركم كاع كاع ما عنده حتى شي ريتورنين بوينت تقطعوه، يعني ما كاين حتى شي حل كيتقطع، وداك الشعر كله اللي غيتزاد غيتزاد ناتورال طبيعي وزوين. هانتوما بديتو من الصفر بلا ما زعما تعدو بزاف. غير هي سولوشن ديال البنات صعيبه، انا بعدا ما نقدرش، لانه انا ما نقدرش نقطع شعري هكا تماما، ولكن كاينين البنات، كاينين بزاف البنات اللي داروها. صاوبوا شعركم ديما ماشي هو الحل، غيوصل واحد البوينت اللي ما غاديش تقدروا تبقاو تصاوبوا فيه شعركم، غادي تعدو بزاف وتضيعوا الوقت بزاف وتخسروا بزاف الفلوس في المنتجات. يعني يا ما كنتوش هكا شي سيليبريتي عندكم الفلوس وعندكم اكسس لصالونات كبار وتريتمنت من هذوك التريتمنت اللي ما كتخرجش حتى كتحط شي 400 500 اورو، احسن لكم البنات جلسوا هضروا مع راسكم قولوا انا ما نقدرش على داكشي علاش نجبد على راسي المشاكل، صاوبوا شعركم ما حدكم قادين. انا هنا بحال ديما البنات تقدروا تسولوني اي حاجه بغيتوها، انا كنحاول نجاوب كلشي، خصوصا في الفيديوهات اللي يلاه كنحط القدام راه شويه صعيب، لانه تبارك الله نتوما البنات بزاف الجداد كنحط فيهم يلا كنحط الفيديو، اغلبيه كنبقى داك النهار كنجاوب جميع الكومنتات اللي كيدخلوا، وحتى لغد ليه
يدخل شي كومنت هكا كنجاوب، ولكن ديجا صافي كنكون اي موف تو انذر ثينك، سو كتجي شويه صعيبه. داكشي هاد الناس تيك ادفانتج بروبيتيو. يلا كنحط الفيديو كتبوا لي دغيا، لانه انا ديك الساعه دغيا كنجاوب. وهذا ما كان البث فيديو اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنساوش تحطوا لايك يعجبكم الفيديو، تهلاو فراسكم بزاف، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.